شكرا سمو الأمير على هذا اللقاء الذي نحن أحوج ما نكون إليه في هذا الظرف الذي اسمح لي أن أسميه عصيب، في وقت تموج فيه القلاقل والفوضى في أجزاء مهمة من المنطقة. معروف سمو الأمير أن لكل دولة سيادة، وما أن صدر بيان وزارة الداخلية الذي يحضر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة إليها، حتى خرجت الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخارجية بالتأكيد على ما يسمى بحق السعوديين في الاحتجاج السلمي، وتأكيدها أيضا على أن ذلك من حق الشعوب في ممارسة حرية التعبير. ما الموقف هنا؟ شكرا سمو الأمير. ترفض المملكة بشكل قاطع أي إيلاءات أو تدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وأي كان مصدره أي كان مصدره، كما نرفض المزايدة على حرص قيادتنا على مصالح الوطن والمواطنين واحترام حقوقه، أو التعدي على ثوابتنا وقيمنا الإسلامية الحنيفة التي تستند إليها قوانين وأنظمة المملكة، بما في ذلك الأنظمة التي تستند إليها أسس ومبادئ المجتمع المدني والهادفة إلى حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته من الفرقة والفتنة، وهو ما نصت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية والرواق التي أكدت عليها البيانات الصادرة عن كل من هيئة كبار العلماء وعن سماحة المفتي العام للمملكة، وقد شددت على ضرورة لزوم مصلحة المجتمع، وعلى أن الإصلاح والنصيحة لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وحرمت بموجبه المظاهرات وحذرت منه لمخالفتها لما المعمول بها والتي ترتكز على الكتاب والسنة. أرجو أن يكون هذا الموقف واضح. السلام عليكم. عادل السلم من جريدة المدينة. طال عمرك، بخصوص بعد تغيير النظام في مصر، هل تعتقدون بأن التغيير سيطرأ على عملية السلام من ناحية الأسس أو المفاوضات؟ هذا شيء يقرره الإخوة المصريين ونظام الله الجديد الذي حل. شكرا سمو الأمير. أنا أعتقد أنه في المناسبات في ظروف نتمنى أن تكون مثل هذه اللقاءات متكررة، لأنه في حاجة للتشاور وتداول في كثير من القضايا. موقف دول مجلس التعاون من إقرار أو المطالبة بفرض حظر جوي على ليبيا هو موقف متقدم واستثنائي، يقف بصفة إنسانية بالدرجة الأولى لما يحدث في ليبيا. هل تعتقدون سيؤثر أو سيكون هناك ضغط مساهمة في إقرار هذا مثل هذا الأمر في مجلس الجامعة العربية؟ وهل يمكن أن تشارك السعودية أو كذا كما طرح أنه ممكن تكون مشاركة من دول عربية أساسا في حالة تطبيق هذا النظام بشكل أساسي؟ هل ستكون السعودية حاضرة في هذا الدور؟ في الواقع أنا شاكل لهذا السؤال، لأن في لابد حصل في الموضوع ما أدري هو ضربة مع الصحف في أخذ الشرط الصحفي، ولكن ما ذكر عن صدور بيان ختام الاجتماع المجلس الوزاري في الإمارات غير صحيح. المجلس الوزاري ناقش الموضوع ووجد أنه موضوع يتعلق بمسؤوليات الجامعة العربية، ولذلك أجل إصدار البيان
إلى يوم الخميس إن شاء الله في الرياض ليتسنى له الاتصال حتى يعرف إذا كان هناك إمكانية لأخذ المجلس الوزاري للجامعة العربية أم لا.